Ciao ragazzi, come state? عاملين ايه النهارده؟ رجعنا لكم تاني من برنامجنا فاتشلي فاتشلي وقناتنا امبارح كون ساره. حلقتنا النهارده هتبقى بتتكلم عن لي ستاجوني ديلانو. انكورا لي ستاجوني ديلانو اللي هي فصول السنه. بعتذر طبعا لو الصوت مش واضح قوي عشان هو رايح طبعا انتوا عارفين الشتاء والشرح الكتير وكده، بس ان شاء الله تكونوا سامعينه كويس ومفسرين الحروف. هنبدا الفصول بترتيب السنه الميلاديه، يعني هنبدا بفصل لينفيرنو اللي هو الشتاء. انفيرنو بيبدا من جنايو او اللافيني دي ديسمبر، من اخر ديسمبر 12، وبيستمر معانا فينو اميتا لغايه نص مارسو اللي هو شهر 3 او اللي هو مارس. تمام، اسمه انفيرنو. ان انفيرنو il tempo fa freddo، يعني في الشتاء الجو بيبقى freddo يعني ساقع. ثاني فصل عندي بعد الشتاء بيجي ايه؟ برافو عليكم، la primavera اللي هو الربيع. quando il tempo fa bello، لما الجو بيبقى جميل. تمام، وده بيبقى من نص مارسو متادي مارسو اللي هو مارس لحد معانا جونيو اللي هو شهر 6. تمام تمام. عندي رقم 3 لستاتي. استاتي اللي هو فصل صيف. لستاتي quando il tempo fa caldo، لما الجو بيبقى حر، وده بيبدأ معانا من نص 6 الأخير كده لحد شهر سبتمبر اللي هو 9. وآخر فصل عندي لاوتونو. اوتونو، خلي بالكم من نطقه، اوتونو اوتونو اللي هو الخريف. quando il tempo fa brutto، الجو بيبقى سيء. quando cadono le foglie degli alberi، بتقع اوراق الشجر، يبقى ده على طول اوتونو. تمام، هما دول quattro stagioni dell'anno، فصول السنه الاربعه اللي عندي. نقولهم بسرعه: inverno، primavera الاول، بعد كده استاتي، واخر حاجه اوتونو. اشوفكم على خير الحلقه الجايه. ما تنسوش شير كتير للفيديو واشترك في القناه لو اول مره تشوف الحلقه، واقراكم كومنتاتكم. اشوفكم على خير، معاكم ساره البحير. تشاو تشاو.